بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال يمروين دعالد أدون كمال والبو أدك جوكتان رئيس الوزاري رئيس صوماليا مدن حسن علي قير او قطبط لنعيب بدن تابان ايسا ما انت جيدي ايانو كسو قادن دونا انت اينو هودو كساحيب كنهي لغيست ياشا اي داود ياشا قيمة هي قرد وين ميلو البود الدنيا دا كجوكتان كسو دوادة SMC مركلي رئيس الوزاري رئيس صوماليا مدن حسن علي قير او اتصفي عن اتقانان أهانا الرئيس الوزاري جمهورية فدرال كصوماليات مدكا بدن سدح سندود مركي دلك او مدحوينك أها محمد عبد الله فرماجو او كوحدي نبض اي نلول اد لوغو حسوسا كرو نظام كالدولة دمادة توسن دل اي دبت بالصومالي دا انت بدن اي او دقيرين ان اي ودني اهايين ايا ما انتي دواقي مستر حسن علي قيري وحاو او حنبلييي بعدما الصومالي الدين كي لقع فيي فينت الدين كاسنا دولد الرئيس الوزراء كاها إن بدن كسر شقيسي إن صومالي الدين كي لقع فيه مدحويناها صومالي حسن شيخ محمود النصيب وحلي إن دين كاسي صومالي لقع فيه حفلد وقوبجو كاهدو يساقو صومالي متلاي إياه هدنا كهذا الكحسن علي غيري عفينت الدين كي همبل يدو درايو وحا او كل فاقي وقدري سيدا معنيه اي مهم اتحي دولد دا صوماليا ان اي كدكتوناتو ان اي دين اسكا سوقاداتو او معنى بدن آن اوكو فردين امد دا صوماليات سيقادا لوقاد دا سياسيقا اي كدنكا دين عصوب او لسوقاتو او ينقطو حاجدو one good deserves time deserves another ساحن ساحن كو قد دوق فر او دوق قب يعني حسن علي قيري سيقاد اللو قد قد بد اوجيديي ايا لغا فهم كرا بل هاد دبا آنو سود وينو رئيس الوزاري رئيس صوماليا حسن علي قيري مسوه يتي دين عفينتا ومالمو انكو فرح سن نهاي انان ارقنو دلكن او لغا عفي دين تي لغو لها مدد دار تاس او لغا سو قبتي شغح اوك بدن او ايداد بدن او صوماليات كو سو بحيان مروق يا مسكح سيانوسو غارنو ماشا امانت جوغنو حين كل قود مدين مدح حرى يا هولودانا حرى مدح حدا يا هولودانا دا مانتا شعب يا جناس تبا ان سديرن لوغم هاد عليو سيدو كلا وحانو ما هاد علينا يا دمان دولده نقرب استاقي حلقي اتكا نگه تاگیری اینان که گدوبنو عقبده هی نهر تاگنا این تی انکسو جرنی گی دسا اتکا هوش ندگ ایو کوا نگه افیی دین تی ای نگول خایان این تبا برنامش کن دین افینتو وحوا ها فرصد دل کن اوله اهمیت گارا یه فایدوگین لطابن کرو وای کمی دیهین کو inaan uga faa'iideysanay welina sii wadi karno dibudhiska iyo dibuhabaynta hay-adaha maaliyadda dalkeenna si aan dhaqaalaha u kobcinno dowladduna isugu filaato labo dinaafintu waxay noo furtay inaan dib ula falgalno heebaha dhaqaalaha adduunka oo naga xirmay markii aan bixin weynay diimankii laynagu lahaa xilligii dowladnimadu naga burburtay سدح دين عفنتو وحي نسين دونتا فرصد عصوب وآن مالغشي عالمي اه دالكو وهلنو ما داما آن كبحينو عبسيدي اهايد إن لاي نقول لي هاي دين بغم وآن عيدي وحبا نقو آمين كرين دين عفنتا وحانا من سنة هاي إن ايتهاي هدفيدي اقوة وينا ودولد دينو حقي جيسي طبان كي سنو والله سوا بعفاي سيدا استرادد وأنا آد وغفو جيجنانا إن آنان دلكن دين عصوب أو هرمركا عقبت كل نغطة لغا هلو قلن ستاس لغا باقصدنا وحانا نغو استعمال يخ بردي دا أقواناد إيو فهم كيغا لدغن كا دوني دا سو جيدين يا تلوين كسو صعدا كو
إن دولد الصوماليات أي وضحضل الميسان لقشو هي ده دقالة أدونك إيو تغبحياش الدوندا سي دولد وهشو ديغ بقالة أو أي دلك كماريسو سهشنا إن أنك باقسنو دين عصب إنتا أنك حوجين إنو هفنانتا مامول كماليات دلك لابو إن حلقا سي دولد حوجين إسو أو ده هي ده دقالة دلك sida wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe xafiiska xisaabiyaha guud iyo xafiiska hantidhowraha guud la dhameystiro dhammaan shuruudda iyo kaabayaasha kale ee loo baahan yahay saddex in la abuuro hay-ad u gaar ah ururinta iyo maamulka dakhliga dalka oo tayaysan kana hufan musuqmaasuq isla markaana ka madax bannaan faragelin siyaasadeed oo ay mas-uuliyadda wasaaradda maaliyaddu ku ekaato dejinta siyaasadda maaliyadda dalka afar in la adkeeyo hufnaanta hay-adaha dhaqaalaha oo dhan lana abuuro nidaam aan siyaasadaysnayn cadaalina ah oo lagula dagaalamo musuqmaasuqa dadka soomaaliyeed iyo dunidana ku dhiirigeliya inay dalkan maalgashadaan shan in laysku soo dhaweeyo hay-adaha maalgashiga dunida iyo ganacsatada soomaaliyeed lana xalliyo caqabadaha hortaagan isdhexgalka ganacsigeenna iyo kan dunida inteeda kale gaar ahaan wax kasta oo fududeynaya sidii bangiyada dalkeennu ula macaamili lahaayeen kuwa adduunka si aan u abuurno fursad ay dunidu ku maalgashadaan dalka soomaaliyeed lix in la madax banneeyo garsoorka dalka awood iyo dhaqaale ahaanba waan aaminsanahay inay fure u noqon karto in dunidu ay maalgashi kula soo dhiirato dalkeenna toddobo in la dardargeliyo la dagaalanka argagixisada dalkana laga wada xoreeyo si ay dalkan ugu soo dhiiradaan shirkadaha waaweyn ee maalgashigoodu wax ka tari karo dhaqaalaheenna sideed in maamulka iyo hufnaanta dhaqaalaha laga hirgeliyo dhammaan dowlad goboleedyada la mideeyo miisaaniyadda iyo xisaab xirka dalka oo dhan si loo xoojiyo isla xisaabtanka laguna dagaalo xasilooni siyaasadeed oo ka hirgasha dalka oo dhan si aan dunida indhaheeda dalka ugu soo jeedino waxaa kale oo aan soo jeedinayaa in madaxda dowladda federaalka madaxda dowlad goboleedyada iyo aqoon-yahanada dhaqaalaha dalkeennu ay la yimaadaan qorshe ku aadan siyaasad dhaqaale oo horseedi karta in la helo maalgashi iyo kobac dhaqaale oo ganacsatada soomaaliyeed ay horseed u yihiin taas oo dakhliga dowladdana kor u qaadi karta shaqo abuurna u samayn karta dhallinyarada soomaaliyeed waxaa iyaduna aad u muhiim ah in la sii wado dibahabeynta hay-adaha dhaqaalaha iyadoo laga faa'iidaysanayo barnaamijka cusub ee saddexda sano ah oo dhowaan lala galay hay-adda lacagta adduunka barnaamijkan waxaa tiir dhexaad u ah in laga fogaado deyn cusub oo dalka si mas-uuliyad darro ah loo geliyo iyo in lagu dhaqmo nidaam dhaqaale oo ku dhisan daahfurnaan waxaan sidaas daraaddeed dhiirigelinayaa in laga miro dhaliyo qorshaha barnaamijka cusub ee hay-adda lacagta adduunka ugu dambeyntii waxaan rajaynayaa inaan la nimaado qorshe dhammaystiran oo fursadan loogu adeegsado sidii ay wax uga bedeli lahayd nolosha shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waa mahadsantihiin allah waa yahay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qayre ilaa iyo toban qodob ayaanu ka aragnay talabixin adag uu dhiibay oo ku wajahan dowladnimada Soomaaliya siiqada luuqaddiisii markaan fiirino xasan cali qayre wuxuu in badan ka digayaa dayn cusub oo la qaato waxaana uu sheegay in barnaamij qandaraas ah ama heshiis ah saddex sano soconaya oo tijaabo u eg dowladda Soomaaliya bangiga adduunka ay la gashay xasan cali qayre wuxuu sheegay in dayn intii la qaadan lahaa si kasta oo looga baaqsan kara looga baaqsado guddi madax bannaan oo dhaqaalaha siyaasad aan ku jirin dejinta dhaqaalaha
هفنانتا بلا مسوق ماسوقا إن لا سمايو وما أركيس الدونك لما عاملي كرا بلا كوربشن مركا حسن علي غيري يعني وحاولي هاي دين دمبيان لسوق قادن دين كستو لسوق قادا دولد نمدينو مرولبا وحاوي نباتا وكجرتا آمنات دين باس بور كأنو قيمة يشا مؤدن كأنو قيمة يشا وحي كحيران تهي إن أنا لا آمنو شرفك دوني ذا مركا حسن كويا لنكرنا مركا حسن علي غيري هذا الكيس وحال لك فهمي كرا دين عصبيان لقادن مسوق ماسوق قنا هلا لده قالم لكن دولة دلالي يهي مسوق ماسوق هلا لده قالم وحا هده قامنا هي مدح ويني حسن شيخ محمود مسوق ماسوق وحا كوكا إن ماليه دقالها أردن أودي بيساحي بديسي يقويس كيسي حتى عيدنك ساد كيسي هدان أنقونا سيدو كلي حسن علي قيري يعني مركا أولي يهي هلا لده قالم وحو إساقو هايستا نظام كي وناكسنا إن نبض إن لول معني مسوق ماسوق لده قالم هاي لكن هاي أدي لما مسوق ماسوق ونسي مدحوين محمد عبد الله فرماجو مركي حسن شيخ محمود لدورتيشان يتوانكي مي وابا لك الدريبا مركي مسوق ماسوق ددكي لده قالم إلا هدي لك الدري يعني مسوق ماسوق سو وضاء مفرنا مركي سيكستوي أهاتبا هدان سو أرورينو دعاء حاوين حاوين فاتحو أم القرآن إلهو جيدك توصلنا مريواي نأقبل سيكستوي أهاتبا حسن هذا الكيسو وحاوكسو قبق قبيي ونكب اللابي وحسن علي غيري رئيس الوزاري ورئيس الصوماليا دين دمبي يعني لو قادن دين وكم مارمي كرنا هدين دقاله هنا نهجاجنو وإسمارين كرنا دقاله هنا هدين مسوق ماسوقا لغا سارو هفنان لو سمايو يا اسلا حسابتن انغا اسكو فيلان ادونكنا شركاده واوين وي نغو سو ديران كران دلكينا اني مال غشدان سوماليدينا سيدو كلي لكن دين مو اوغولين يعني لو سو قادين وا كديغينا وحان ماشي كعرقنا مركا سياسه حسن علي غيره يا سياسه حسن شيخ محمود اني كلا دوونتا اسلا حسابتن ودل ديمقراطيه حسن شيخ محمودنا اسلا حسابتن مو اوغلو دستور كوردن بو دونايا انو وخ كبدلو او كدغو لبا حزبي رئيس الوزاري ماشا او كسارو بارلمانك اوديس او ويقو غودونك بارلمانك معني وخ كما جيران او كدغو مدحوينه اي مدحويني كخيغين انو سمايو اودنا غعانتيسي لا سو ودا غليي دولدا هدابا اودا غعانتيس هدي لا سو ودا غليو يا لا حسابتميا يا لا حسابتماي دولدي او دن هدو حسن شيخ نوقدو marka sidaas ay isku diidantahay baasha sidaan aragno dastuurka in wax laga bedelana ma ogola xasan cali qeyre iyo farmaajo iyo sheekh shariif sheekh ahmed oo hadda isku tiim ah iyo cusub la iyo wixii inta ku soo kordhaa wana isla joogna firdowsa